اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم همسات في حياتنا مع رشا الشيخ ومحمد الغرباوي. النهارده تغطيه حصريه وشامله وكامله لمباراه القرن بين النادي الاهلي والزمالك. الف مليون مبروك طبعا للنادي الاهلي وهارد لك نادي الزمالك، اديته بجد مستوى كويس وان شاء الله بالتوفيق اللي جاي. قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه النهارده والتغطيه الكامله نحب نتعرف بالضيوف اللي معانا. اتفضلي. يعرفني يشرفني طبعا يكون معايا الكابتن محمود درويش لاعب الزمالك والاسماعيلي. اتشرفت بحضرتك كابتن ونورتني في الحلقه. اهلا وسهلا بيكم، سعيد بوجودي معاكم طبعا، وطبعا الابتسامه والفرحه بترفرف في قلب الدكتور محمد. ربنا يخليك، اعمل ايه اهلاوي بقى؟ اتسع. مليون مبروك، مليون مبروك. حبيبي يا كابتن، النهارده بس قبل ما نتكلم عن موضوعنا يمكن كان انا عايزه بس انوه يا محمد ان انا اضطريت ان انا البس فانيله الزمالك يا جماعه، انا مجبره لان محمد اللي فرض عليا كده. وده طبعا وده طبعا ترحيب بالكابتن، يعني لابسه فانيله الزمالك عشان خاطر الكابتن بس. لا ده بيع للكابتن، احنا كنا متفقين من الاساس اصلا في الاول. يلا نخش في الحلقه. بجد انا كنت سعيد جدا بالديربي اللي هو كان بين الاهلي والزمالك. يمكن زي ما حضرتك عارف الديربي مصر ده يعتبر ثالث اقوى ديربي على مستوى العالم. طبعا رقم واحد سيلتيك ورينجرز، رقم اثنين بوكا جونيور وريفر بليت، رقم ثلاثه طبعا النادي الاهلي والزمالك. كانت مفاجاه جميله جدا لينا اللي احنا الديربي او النهائي بقى بين فريقين مصريين، وده بيعكس قوه الكره المصريه دلوقتي على مستوى افريقيا. يمكن برضو كان حاجه اللي هي تبقى موجوده في مصر بعد اختيار طبعا جمهوريه مصر العربيه. كان اجواء جميله جدا فعلا، يعني عكست قد ايه مصر فعلا رقم واحد في افريقيا. اتفضلي. عايز اعرف بقى راي حضرتك يا كابتن في اجواء قبل المباراه. اجواء ما قبل مباراه القرن، مباراه القمه بين الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك عشان ما حدش يزعل، بدات بعد تاهل النادي الاهلي للدور قبل نهائي الكاس مصر. بدانا نخش بقى في الاجواء ونتكلم عن اللقاء، مين هيلعب مين مش هيلعب، طريقه اللعبه هتبقى مين، موسيماني هيعمل ايه، باتشيكو هيعمل ايه. لكن تدخل القدر، مداهمه كورونا لبعض لاعبي الاهلي ولاعبي الزمالك متمثله في الونش وعبد الله جمعه زمالك، ودول عناصر اساسيه في نادي الزمالك، وليد سليمان واليو ديانج وصالح جمعه. صالح جمعه طبعا خارج التشكيل، وليد سليمان مش لاعب اساسي لكن لاعب مؤثر، ديانج كان لاعب اساسي في وسط ملعب النادي الاهلي، يمكن برضه ظهر امبارح وسط ملعب النادي الاهلي انه باهتزاز بعد الدقيقه 15 لعدم وجود لاعب بتقل وخبرات ديانج. ايه راي حضرتك بقى في التصوير اللي حصل ما بين لاعبين النادي الاهلي والنادي الزمالك والمسجد الجميل اللي كان حاصل ما بينهم ده في بدايه المباراه؟ دي كانت بدايه الدعوه اللي قدمها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، نبذ للتعصب لا للتعصب، ولكن للاسف الشديد في مع نهايه المباراه اتحولت الصوره الجماعيه اللي كانت جميله مبهجه ومشرقه بالنسبه للقاء القرن، وكانت يعني حاجه جميله جدا في مصر، اتحولت لمشاده في نهايه المباراه، هنتكلم عليها في وقت تاني. تمام، ايه راي حضرتك في التشكيل الفريقين امبارح؟ طبعا مش قصه موضوع كورونا برضه، يمكن تشكيل الاهلي كان طبيعي في ظل الغيابات اللي موجوده، لكن تشكيل الزمالك امبارح كانت مفاجاه للناس كلها وخصوصا لينا كاهلاويه. مشاركة طبعا محمود شيكابالا على حساب ونجم وعلى حساب الناس اللي هي المفروض يعني كان المفروض اللي هي تشارك برضه في المركز ده. هو المركز اللي بيلعب فيه شيكابالا ده بيلعب فيه ونجم او اوباما. اوباما بعيد للاصابه، ونجم طبعا الراجل ما حبش يبدا بيه، بدا بشيكابالا. شيكابالا ادى مباراه ولا اروع، مباراه ترجعنا لشيكابالا خمس ست سنين ورا، احرز هدف عالمي بخبرات شيكابالا، ده هدف بيأكد خبرات شيكابالا في المباريات الكبيرة. شيكابالا من أحسن اللعيبة اللي بتقدر تستلم الكورة على الخطوط ويمر ويسجل هدف، فامبارح هدف بنكد شيكابالا. تمام، احنا معانا بس مداخلة أو اتصال تليفوني دلوقتي من أحد الجماهير. ألو؟ ألو؟ أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بيكم جميعا طبعا، وأحب أبارك لجمهور النادي الأهلي طب نتعرف بحضرتك الاول ممكن؟ انا احمد مدبولي. اهلا بحضرتك. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا اكيد. كابتن محمود درويش بيقول لك لازم يبقى اهلاوي يعني. طب ما هو لازم يعني يا دكتور بيتصل بيك وانت بتضحك. اهلاوي بيتصل بيك وانت بتضحك؟ لا طبعا بيكوا جميعا يعني، واقول مبروك لجمهور النادي الاهلي واللعيبه اللي كانت كلها رجاله امبارح، وبارك بالاخص للكابتن محمود الخطيب المحترم يعني، وهارد لك للزمالك برضه قدوا وراه كويسه،
وان شاء الله العشرة يا اهلي بقى ان شاء الله. ان شاء الله انت لسه السنه الجايه خلينا في الكاس. استنى بس تحافظ عليها شويه بعد هو كده دايما كده العشرة الاهلي الاهل من بيفكر دور الثمانيه على خلينا طول في نفكر في العشرة البطوله اللي بعديها على طول ان شاء الله. ان شاء الله. وبجد كان فعلا زي ما انت قلت كان مستوى مميز امبارح من الفريقين بصراحه، فعلا يعني بشكرك جدا على مشاركتك معانا وان وانا شاء الله بشكرك مستنيك بعد دكتور العشرة. محمد وبشكر الدكتوره وبشكر كل الموجودين. ربنا يخليك، الف شكر. تسلم تسلم. اتفضل. السلام عليكم. اتفضلي. طب احنا بقى يا كابتن عايزين نسأل حضرتك عن سبب الهبوط والتراجع في مستوى الاهلي بعد هدف التقدم للاهلي. الاهلي بدأ المباراة بسيطرة تامة لمدة 15 دقيقة اسفرت عن احراز هدف التقدم. بعدها موسيماني انا حسيت ان هو بدأ يرجع للخلف. دخول بقى لعيبة الزمالك وفوقانهم بعد الدقيقة 15 بسيطرة استحواذ باص بطول الملعب وبعرض الملعب اصفر عن هدف اعلامي لشيكابالا. بس هي امبارح كانت غريبه موضوع التراجع الرهيب مره واحده ده، يعني حضرتك تفسره بايه؟ هي تعليمات ولا لعيبه الاهلي اطمنت مثلا لاحراز هدف فرجعت كلها تدافع؟ ال 15 دقيقه الاولانيه الاهلي راح على الجون اكتر من مره. تمام. وفي اكتر من فرصه راحت، فلعيب الاهلي اطمنوا ان لعيبه الزمالك خلاص هو ده المستوى اللي هيفضلوا بيه طول المباراه، فايه قال لك اطلع الشوط الاولاني كسبان 1-0 وبين الشوطين اتكلم المدرب يقول لي اعمل ايه، او اللعيبه تقعد مع بعض تقول هنعمل ايه، هنبدا ازاي، هنضغط ازاي، هنقابل من نص ملعب الزمالك ولا نستنى ما يجي نص ملعبنا. طبعًا. لكن طبعا بعد فوقان لعيبه الزمالك واحراز الهدف الدنيا اتلخبطت. لكن حصل في الشوط الثاني كلام في غرفه ملابس النادي الاهلي، موسيماني ما اتكلمش، اللي كان بيتكلم محمد الشناوي. حقيقة. محمد الشناوي هو اللي كان بيتكلم، هو اللي كان بيوجه، هو اللي كان بيقول، هو اللي كان بيصرخ في لعيبه النادي الاهلي جوه اوضه اللبس امبارح. بدليل ان احنا شفنا الشناوي اول مره انا كواحد اشوف ان هو متعصب طول الماتش يزعق لخط دفاع النادي الاهلي، كل كوره يشوح لهم ويزعق لهم، كان دايما يتكلم معاهم. فنازلين الاهلي الشوط الثاني فعلا عندهم اصرار ان هم يكسبوا، ولكن حصل العكس. نادي الزمالك برده بدايه الشوط الثاني سيطره لحد دقيقه 70 ما بعد كوره زيزو في العارضه قبل منها كوره حسين الشحات، لكن كوره زيزو لو كانت فعلا اصفرت عن هدف كان المباراه اتدفت، المباراه تحولت من الاهلي للزمالك وبدات سيطره لعيبه نادي الزمالك. لكن بعد اضاعه الفرصه بتاعه زيزو هبوط البدني للعيبه نادي الزمالك ادى الى التراجع واستحواذ لعيبه الاهلي بقيت 10 دقائق او 12 دقيقه في المباراه. تمام. معانا اتصال هليفوني تاني دلوقتي من استاذ محمود من القليوبيه. اهلا وسهلا بيك استاذ محمود. اهلا. الو. اهلا وسهلا بيك، اتفضل. انا بس عايز اوجه رساله للكابتن محمود طبعا، هو الاب الروحي لنا طبعا الكابتن محمود، ضربت تحت ايديه يعني، بقول له يعني انا اسف ان انا مقصر مع حضرتك يعني في التمرين، بس ان شاء الله اشوف واحد تاني يعني، بقول له حضرتك محمود من بلد. حبيبي يا محمود، حبيبي. نورتنا يا محمود، ايه رايك في الماتش بتاع امبارح؟ كان جميل الصراحه يعني. زملكاوي ولا اهلاوي يا محمود؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي طبعا. زملكاوي زي. شكرا يا محمود، يا ريتني ما سالتك. على فكره لا انا كل انا عندي اكاديميه خاصه في بنها، في بشتغل فيها يعني جنب النادي، عندي لعيبه مميزه جدا، عندي مدربين على مستوى، معلش في عجاله كده اوجه لهم الشكر، كابتن محمد العطار، كابتن احمد بن داري، كابتن احمد قعبوره، كابتن هشام الدابي، دول رجالتي ودول جهازي الفني، بشكرهم على الهواء. حقيقه موضوع هم اهلاويه وزملكاويه على فكره. بجد ما شاء الله مجمعين، بس انا القائد بتاعهم زملكاوي. هو انا على قدي في الكوره، بس انا شايفه حاجه، شايفه ان اغلب الوقت امبارح الضغط كان مع الزمالك وكان بيلعب لعب حلو قوي. يعني الزمالك لعب حلو. الزمالك يعني نقدر نقول ان هو عنده افضل لعيبه في مصر في الوقت الحالي، افضل لعيبه في مصر، زيزو، شيكابالا، بن شرقي، ونجم، محمود علاء، الونش ربنا يشفيه، عناصر مميزة تقدر تستحوذ. رجعتنا لأمجاد طبعا كابتن فاروق وكابتن حسن، زمالك الفن والهندسة والمدرسة. بس طول عمر الزمالك معروف اللي هو فيه لعيبة جميلة جدا بس بتلعب فردي، عكس الأهلي عنده جماعية وانسجام ومزج. وهو امبارح جماعية لعيبة النادي الأهلي هي اللي أصفرت من الدقيقة 75 عن هدف فوز. لعيبة النادي الأهلي امبارح لعبت على أمجاد النادي الأهلي، على جماعية لعب النادي حقيقي. الأهلي حقيقي أصفرت عن هدف المباراة. طبعا مبروك للنادي الأهلي، هارد لك نادي الزمالك من كل قلبي،
كانوا اللعيبه رجاله، قدوا مباراه عاليه جدا جدا. فعلا مباراه تليق بمستوى الكره المصريه، مباراه تليق بنهائي القرن الافريقي، ويمكن مش هيتكرر، يعني انا في اعتقادي مش هيتكرر قبل 20 30 سنه كمان. نتمنى والله لو يبقى كل سنه الفريقين فعلا يوصلوا النهائي بجد ونغلبكم ان شاء الله، يعني السنه الجايه الاهلي والزمالك يبقوا في النهائي وهنغلبكم ان شاء الله. بس حاجه غريبه امبارح، قوه الجبهه بتاعتكم الجبهه الشمال مع غياب عبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي طبعا ربنا يرجعه لنا بالسلامه، الجبهه دي امبارح كانت متفوقه جدا على الرغم ان الجبهه اليمين بتاعت الاهلي الاساسيه محمد عيني وحسين الشحات، فامبارح كنت مستغرب القوه بتاعتها اللي احنا مش قادرين نخترقها حتى امبارح النادي الاهلي. وجود بن شرقي، بن شرقي في الشوط الاولاني كان فايق جدا، كان فايق قوي وكان بيعدي من هاني اكتر من مره، بدليل ان اول كوره بن شرقي راح على هاني، هاني شتت الكوره مش قطعها، لا شتتها صح. بعد تبادل طبعا شيكابالا مع بن شرقي ادى قوه للجبهه الشمال، ما حسيناش ان اسلام جابر اول مره يلعب نهائي افريقيا، رغم ان هو ما كانش متواجد طول المباراه لكن ما حسيناش بيه. تمام ماشي يا دكتور. طب انا عايز اعرف ايه سبب المشاكل اللي حصلت في المباراه وتعليق حضرتك على اللي حصل. والله يا دكتور انا بشك ان انت اهلاويه ولابسه التيشيرت ده كده عشان المجامله، يعني انا لابسه عشان وجود حضرتك بس مش كده برضو انا ايقنت كده. بصراحه المشكله اللي حصلت امبارح بعد المباراه، يعني انا ما كنتش اتمنى ان يحصل مشكله بعد المباراه او مشاده بين اللاعبين. احنا بدانا المباراه ان احنا سلمنا على بعض، اتصورنا مع بعض في مبادره نبذ التعصب، يعني المفروض بقى ايه نقدم مباراه زي برشلونه وريال مدريد، لعبوا نهائي سوبر اسباني، اتغلب برشلونه، اتغلب 4-2 من ريال مدريد، اللعيبه كلها سلمت على بعض، الجهاز الفني سلم على بعض، ليه ما يبقاش عندنا الروح دي في مصر؟ انا اتمنى ان احنا بعد المباراه زي ما نروح نسلم على بعض ونبوس بعض قبل المباراه، برضو بعد المباراه اهنيك الفايز اقول له مبروك وهو يقول لي هارد لك وانا اتقبل الهزيمه، يبقى عندي روح الهزيمه وروح المكسب. لكن احنا كده بنرجع الى التسعينات القرن الماضي، انجلترا، الشغب الانجليزي، التشجيع الانجليزي. نتمنى ان الاعلام الصريح، الاعلام المحايد، ليس الاعلام الابيض والاعلام الاحمر، نتمنى وزير الاعلام يتدخل لنبذ التعصب ما بين، بقولها على الهواء، قناه النادي الاهلي وقناه نادي او قناه نادي الزمالك وقناه النادي الاهلي عشان ما حدش يزعل. انا عايز اقول لك ان انا كنت بشوف الماتش ده امبارح بره، وبعد الهدف الثاني للاهلي والوقت خلاص بدا خلاص وعرفوا ان الاهلي هو هيفوز، فبدا الزملكاويه يسحبوا الكراسي بتاعتهم ويجروا الله ده بعد الهدف بعد الهدف الثاني بعد الهدف الثاني بعد الهدف الثاني بداوا الزملكاويه بقى يسحبوا الكراسي بتاعتهم ويمشوا من المكان واحد ورا الثاني، لان هم خلاص كانوا عارفين كده نتيجه المباراه هتبقى ايه. لا هو ده يأس، لكن لو شفت حضرتك المباراة، ما انا مش عارفة هو يأس ولا خايفين من اللي ممكن يحصل. لا المباراة جوه الملعب لحد الدقيقة الأخيرة، المباراة بتتلعب ما بين الأهلي والزمالك سجال، لكن كجمهور أنا ممكن أتفرج، الأهلي جاب جون وخلاص أقوم أروح، الأهلي كسب، لا الزمالك جه، لا الكورة المفروض بنلعب لحد الدقيقة 90، لأن أنا ممكن في الدقيقة 90 أجيب جون، ممكن الأهلي في الدقيقة 90 يجيب جوان، ودايما الأهلي معود جمهوره إن هو في الدقيقة 90 بيجيب جوان. وبرده الزمالك، معلش نرجع، الزمالك الموسم ده ياما احرز اهداف بعد الدقيقه 90 وفي الوقت الضايع. لا هو الزمالك الموسم ده بصراحه، يعني بطوله السوبر والكلام ده كله بطوله افريقيا، لا الزمالك عامل مواسم او الموسم ده حلو قوي. الزمالك حقق بطولتين سوبر افريقي، الترجي 3-1، السوبر المصري في ابو ظبي، استاد هزاع، ضربات الترجيح على النادي الاهلي، ففوز النادي الزمالك في خلال اسبوع باثنين سوبر، ده كده نادي الزمالك سوبر السوبر. طب المستوى اللي احنا شفناه امبارح او الناديين، ايه التدعيمات اللي هم محتاجينها خصوصا ان احنا داخلين على كاس مصر؟ الاهلي داخل على سوبر افريقي، بعد كده هندخل على الدوري الجديد وبطوله افريقيا الجديده، اكيد في تدعيمات الفريقين محتاجينها. نادي الزمالك طبعا مع كثره اصابات حازم امام، مع احترامي الشديد لابني احمد عيد، هو لاعب مجتهد وايامه جايه، لكن الزمالك محتاج باك رايت. تمام. الزمالك طبعا محتاج لاعب رقم 10، صانع العاب، اعلى مفكر، زي شيكابالا كده، زي كابتن فاروق جعفر، ناس تقدر تقود الملعب، لكن اوباما ليس هو رجل المرحله ومش هيقدر يقوم بالدور اللي بيلعب اللي بيقدمه شيكابالا. يعني شيكابالا في أسوأ الظروف في أسوأ حالاته لما بيلعب بيثبت ان هو فعلا شيكابالا ساحر، نجم كبير، لعيب كبير، هو ضيع على نفسه فرص كتيره، لكن انا اتمنى الفتره اللي بقاله في الملاعب يبقى شيكابالا
بنفس المستوى بنفس الاخلاق بنفس الروح اللي ظهر عليها امبارح. تمام. والنادي الاهلي بالنسبه للنادي الاهلي طبعا برضو مع احترامي الشديد لهاني هو بيلعب منتخب مصر لكن الاهلي برضو محتاج باك يمين. هو بدر بنون جابوه مساك، سعد سمير راجع، محمود متولي راجع، معلول طبعا موجود باك ليفت، وايمن اشرف وسط الملعب. الاهلي مش محتاج برجوع ناصر ماهر، الاهلي محتاج فروت صريح استرايكر. استرايكر راجل بيلعب في الصندوق زي مصطفى محمد كده، يروح يجيب اجوان، يفكرنا بمتعب بفلافيو باسامه حسني باحمد جوال احمد بلال الناس الكبيره دي. احمد جوال فعلا برضو كابتن محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه. هو ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يعني انا واثق الاهلي مع التدعيمات اللي حضرتك بتقولها هيدي فرصه ان شاء الله اكبر للشباب ان شاء الله الموجودين في الناشئين عندنا والناس اللي جايه من بره اللي كانوا اعراض ان شاء الله باذن الله. ما هو مشكله النادي الاهلي ان هو والزمالك على طول في بطولات الدوري العام، كاس مصر، بطوله افريقيا، بطوله عربيه. فالاهلي محتاج فيرود واثنين زي ما كان عنده فلافيو ومتعب وكان اسامه حسني. الزمالك عنده مصطفى محمد، عنده ونجم، عنده كاسونجو. على الرغم ان انا في حاجه بس عايز اتكلم عليها، يعني مش عارف ليه الاداره فكرت ان هي ترجع تاني حميد احداد وتمشي كاسونجو. طب ما انت طلعت كاسونجو ورجعت لنا احداد، الاثنين معلش يعني ما يلقوش بلعب نادي الزمالك. نادي الزمالك عايز فيرود تاني، لان انا برضو في كلام ان مصطفى محمد هيحترف. طب احتراف مصطفى محمد، طب انت مين هيبقى عندك سترايكر؟ يعني اللعيب اللي طالع ما تقدرش تبقى في خبرات مصطفى محمد اللي اكتسبها. فاحنا عايزين فيرود مش حميد احداد ولا كاسونجو. حقيقه. طب ايه النصيحه اللي حضرتك تقدمها للفريقين الاهلي والزمالك؟ اقول لهم امشوا بنفس الخطه اللي انتم ماشيين بيها، نفس التشكيل. مفيش داعي ان الفرقه تتفك او تعمل لها احلال وتبديل زي ما بنسمع دلوقتي. لا يعني التدعيمات اللي قلنا عليها دي هتخش وتنسجم. يعني اجيب لعيب يخش تشكيله نادي الزمالك ينسجم مع لعيبه نادي الزمالك، اجيب لعيب يخش جوه النادي الاهلي ينسجم في التشكيله بتاعت النادي الاهلي، لكن ما اجيبش لعيب وادفع فيه ملايين وفي الاخر مش هيفيدني. حضرتك شرفتنا وطبعا نورتنا في الحلقه، واحنا مبسوطين ان حضرتك معانا على الرغم ان احنا اهلاويه. انا سعيد جدا والله بالقعده مع حضرتك ومعلومات حضرتك. اتفضلي يا دكتوره. استفدنا من حضرتك كتير طبعا. اتمنى طبعا الحلقه تكون عجبت حضراتكم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله تنتظرونا في الاسبوع القادم السبت برنامج همسات في حياتنا مع محمد الغرباوي ورشا الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.